حدثنا سفيان بن عيينة مرتين قال حدثنا أبو الزعراء عمرو بن عمرو عن عمه أبي الأحوص عن أبيه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فصعد في النظر وصوب وقال أرب إبل أنت أو رب غنمين؟ قال من كل قد آتني الله فأكثر وأطيب. قال فتنتيجها وافية أعينها وآذانها فتجدع هذه فتقول صرماء. ثم تكلم سفيان بكلمة لم أفهمها وتقول بحيرة الله فساعد الله أشد ومواساه أحد ولو شاء أن يأتيك بها صر ما أتاك. قلت إلى ما تدعو؟ قال إلى الله وإلى الرحم. قلت يأتيني الرجل من بني عمي فأحلف أن لا أعطيه ثم أعطيه. قال فكفر عن يمينك وأطي الذي هو خير. أرأيت لو كان لك عبدان أحدهما يطيعك ولا يخونك ولا يكذبك والآخر يخونك ويكذبك؟ قال قلت لا لا بل الذي لا يخونني ولا يكذبني ويصدقني الحديث أحب إلي. قال كذاكم أنتم عند ربكم عز وجل. حدثنا يزيد أخبرنا شريك بن عبد الله عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن أبيه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي شملة أو شملتان فقال لها لك من مال؟ قلت نعم قد آتني الله عز وجل من كل ماله من خيله وإبله وغنمه ورقيقه. فقال فإذا آتاك الله مالا فليرى عليك نعمته. فرحت إليه في حلة. حدثنا أسود بن عامر حدثنا شريك فذكره بإسناده ومعناه قال فغدوت إليه في حلة حمراء. حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن أبيه مالك قال قلت يا رسول الله الرجل أمر به فلا يضيفني ولا يقيني فيمر بي فأجزيه؟ قال لا بل اقره. قال فرآني رث الهيئة فقال هل لك من مال؟ فقلت قد أعطاني الله عز وجل من كل المال من الإبل والغنم. قال فليرى أثر نعمة الله عليك. حنا عبيدة قال حدثني أبو الزعراء عن أبي الأحوص عن أبيه مالك بن نضلة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيدي ثلاثة فيد الله العليا ويد المعطي التي تليها ويد السائل السفلى فأعطين الفضل ولا تعجز عن نفسك.